مجلس سامراء الأمم المتحدة وعدتنا بمفاتحة الجهات المعنية بخصوص فتح المدينة القديمة. استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بتفجير مزدوج في صلاح الدين. الحلبوسي يزور لندن على رأس وفد نيابي كبير. مواطنو بهرز في ديانا يؤكدون وجود خطر على مناطقهم من المناطق غير الممسوكة أمنيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس المجلس المحلي لقضاء سامراء عمر محمد حسن أن زيارة الوفد الأممي للقضاء كانت مثمرة من ناحية تقديم التزامها نحو إيصال طلبات أصحاب الأملاك في المنطقة القديمة إلى الجهات المعنية بأمر فتحها وكذلك إلى رئيس الوزراء. حول موضوع المدينة القديمة ومتطلبات أهالي سامراء، اللي أيضا حضر هذا اللقاء هو قسم من أصحاب الأملاك اللي موجودة، وحقيقة كان التركيز على هذا الموضوع الرئيسي اللي هو أملاك سامراء وفتح المنطقة القديمة ووضع تصميم أساسي لمدينة سامراء المدينة القديمة. هذا كل بصراحة اللي يدار في هذا الوعود. وعدوا بمساعدتنا لدى الحكومة المركزية، لدى السيد رئيس الوزراء، أن يكون هذا الملف إن شاء الله بمساعدتهم والوصول إلى أي كان من اللي هو معني بالشأن، حتى لو كان أنه الموضوع يعني خارج العراق، أنه سيكون حقيقة. كان الاجتماع السابق مع العتبة ومع القائمة المقامية وزيارتهم إلى الملوية كانت من ضمنها زيارة المجلس المحلي لقضاء سامراء، لكن لم تتحقق. لكن اليوم تحققت، وفوا بوعدهم. ما كان أيضا نفس الموضوع، هو نفس النقاط التي تم مطالبة أهالي سامراء بها، أيضا كانت هي من ضمن الأشياء اللي طرحت أمام الوفد الأممي. واليوم الحمد لله إن شاء الله هناك وعود خير من قبلهم بالضغط على الحكومة العراقية بهذا الاتجاه. حقيقة المطالب جميعها تم استنساخها وتسليمها إلى الوفد الأممي بهذا الخصوص، وأعتقد هو وعدنا أنه سيتم ترجمتها وتسليمها إلى الممثل للأمم المتحدة في العراق. كل المطالبات اللي موجودة في طلبات أهل سامراء جميعها ستترجم وتسلم للأمم المتحدة، وبالتالي أكيد راح يكون تنسيق. إلى ذلك، أوضح عضو مجلس محافظة صلاح الدين مطشر الغافل أن اللقاءات مع الوفد الأممي أجريت وتم مناقشة ملابسات عملية إغلاق وفتح المدينة القديمة في سامراء، بما أشار عضو مجلس المحافظة خالد الدراجي أن الطلبات ترتكز على حقوق لأصحاب الأملاك المغلقة منذ سنوات. الحقيقة اليوم كنا في اجتماع في المجلس المحلي لمدينة سامراء، وكان فريق من الأمم المتحدة جاء خصيصا إلى ما تعانيه سامراء القديمة، وتم مناقشة وضع سامراء القديمة والطرق يعني الطريقة التي تؤدي إلى فتح محلات المواطنين وفنادقهم وإعادة الحياة إلى المدينة القديمة، وكذلك فتح المدرسة الدينية في سامراء والجامع الكبير. وحقيقة كان هناك نقاش مستفيض، ووعد الفريق الأممي بإيصال مطالب سامراء إلى اليونسكو وإلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة العراقية وإلى مكتب رئيس الوزراء، ونتأمل من هذه الزيارة خيرا إن شاء الله. حقيقة معروف دور الأمم المتحدة في كل أزمة تحصل، يقومون بدور تنسيق بين أطراف المشكلة. إحنا حقيقة عندنا مشكلة حقيقية في مدينة سامراء. المدينة القديمة مغلقة منذ 13 عاما، طلباتنا واضحة محددة، فتح المدينة القديمة، تعويض أصحاب الأملاك المتضررين خلال هذه الفترة، إعادة بنائها لهذا المدينة الأضرار، بعدين نحتاج إلى عرض التصميم الأساسي على المجلس البلدي ومجلس المحافظة فيما يخص المدينة القديمة لغرض المصادق عليه أسوتهم بالمدن الأخرى. كذلك نطالب بدور واضح في إدارة العتبة كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. لا حقيقة احنا أصحاب حق، احنا يعني ما نتوانى عن الاستمرار في يعني طلباتنا، احنا نطرق جميع الأبواب يعني، لكن في كل فيما أعرب عدد من أصحاب الأملاك بالمدينة القديمة عن وجود مؤشرات إيجابية في حلحلة ملف فتح المدينة القديمة التي دام غلقها لسنوات عديدة، مشيرين إلى أن تلك التحركات تهدف إلى إعادة حقوق المالكين وتعويضهم عن فترات الغلق السابقة.
اللجنة الأممية وعدتنا أنه هم يتكلمون مع رئيس الوزراء حتى يفتحون العمارات مالتنا. قالوا إن شاء الله إحنا نتكلم لكم وهذا حقكم بحضور أعضاء مجلس المحافظة رئيس المجلس البلدي وإن شاء الله خير. ووعدوا أنه يساعدونا أيضا بتعويضنا جراء الأرض. رئيس مجلس البلدي هو اللي قدم الأسماء وأعداد الأملاك وأعداد المحلات وإن شاء الله خير وعدونا. اليوم الفريق المتحدة إجا وهذا كانت فرحة بالنسبة لأصحاب الأملاك بعد معاناة ومثابرات وحركة صارت 13 سنة. اليوم جو وعدونا خيرا، وعدونا بكثير من الأمور اللي هي احنا نريدها، منها عودة المنطقة القديمة، عمل منظمة اليونسكو حول مطالب المجلس البلدي ومشكورين، موضوع التعويضات، تحويل قسم من حقوقنا إلى منظمات إنسانية أو منظمات مجتمع مدني حتى تعوضنا عن ما أصابنا من ضرر. وإحنا اليوم ننتظر خيرا إن شاء الله. اليوم تحولت يعني شغلتنا يعني شغلة المنطقة القديمة وفتحت حولت إلى برنامج على كل الاتجاهات وإن شاء الله محلولة. ننتظر خيرا ويوعدونا إن شاء الله كل الجهات وصبرنا بما فيه الكفاية والحمد لله، وننتظر من كل الجهات المسؤولة. أعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الأحد عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بتفجير مزدوج في محافظة صلاح الدين. وقال المركز أن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء توجه قوة أمنية إلى قرية المسيحلي بين مفرق الشرقاط والقرية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وأضاف البيان أن من بين الضحايا منتسبين في الأجهزة الأمنية. يذكر أن قضاء الشرقاط شهد في ساعات الفجر الأولى من اليوم انفجار عبوة ناسفة في المناطق المحاذية لقرية المسيحلي التابعة لقضاء الشرقاط، مما أدى إلى استشهاد مدنيين 2 أثناء عودتهما من صلاة الفجر. أخبار بلا أسرار. أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة أن يكون للإعلام الدور الكبير في بناء الدولة والمجتمع. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم وفد اتحادات الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العراق يدخل مرحلة جديدة من العمل والاستقرار وتعزيز مكانته في محيطه العربي والإقليمي وكذلك الدولي، وتجاوز الظروف القاسية التي واجهت شعبه في مختلف العهود. اعتبر النائب عن ائتلاف الوطني رعد الدهلكي أن العطلة التشريعية كافية لإنهاء الخلافات والتفاهم على مرشحي الوزارات الأمنية. وقال الدهلكي إن إصرار بعض الأطراف السياسية على ترشيح شخصيات معينة هو العقبة الأبرز في إكمال الكابينة الوزارية في الفصل التشريعي الأول. وأضاف الدهلكي أن ائتلاف الوطني رشح عدة شخصيات لتولي وزارة الدفاع، بما تم حسم ترشيح حقيبتي العدل والتربية. أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيغادر اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد برلماني كبير. وقالت المصادر إن الحلبوسي سيغادر اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد برلماني كبير من مختلف الكتل. وأضافت أن الزيارة التي ستستغرق 3 أيام تأتي بدعوة من البرلمان البريطاني وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين. هذا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فيما شدد على أنها الشريك الحقيقي في الخطة باعتبارها ممثلة عن الشعوب. ونقل بيان لمكتب الكعبي قوله في كلمته خلال أعمال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية في بيروت،
إن من الضروري الانتهاء من أعمال هذا المنتدى بتوصيات تركز على وضع الحلول العملية لجميع التحديات التي تواجه البرلمانات في البلدان العربية. وشدد الكابي بحسب البيان على ضرورة العمل على ربط العمل النيابي بأسس ومتبنيات العمل التنموي، داعيا إلى وضع أطر عملية تتضافر فيه جهود كل الشركاء في تحقيق أهداف التنمية. أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر الأحد أن التوافق والتناغم بين تحالفي الفتح وسائرون ينفي وجود صفقة سياسية لتمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية. وقال جابر إنه لا يوجد شيء رسمي بشأن إبرام صفقة سياسية بين الكتل لتمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية، والحديث عن هكذا صفقة يفتقر إلى المصداقية، خاصة أن الفصل التشريعي انتهى وجلسة البرلمان المقبلة ليست بالقريبة، مؤكدا أن الفياض ما زال مرشح كتلة البناء لوزارة الداخلية ولم تبرم أي صفقة بشأن تمريره، وسيترك الأمر لطبيعة التفاهمات بين الكتل. أكد رئيس حكومة إقليمي كردستان نجرفان البارزاني اليوم الأحد أن كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد، فيما أشار إلى أن موازنة عام 2019 هي الأفضل بالنسبة للإقليم. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: نشكر حكومة بغداد لدفعها رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينا أن كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد. وأضاف البارزاني: أتلمس نية جدية من عادل عبد المهدي لحل الخلافات مع أربيل، مشيرا إلى أن موازنة عام 2019 هي الأفضل بالنسبة لإقليم كردستان. دعا النائب عن محافظة ميسان جمال فاخر الأحد إلى اعتبار ملف تعاطي وتجارة المخدرات ضمن أولويات الحكومة، كونه لا يقل خطرا عن تنظيم داعش. وقال فاخر إن تداول المخدرات داخل محافظة ميسان بدأ ينتشر بصورة كبيرة، وعليه نطالب بتعقب وملاحقة تجار المخدرات والضرب بيد من حديد. وأضاف أن ظاهرة انتشار المخدرات في عموم المحافظات وميسان خاصة يشكل خطرا على المجتمع، مشيرا إلى وجود تقصير واضح تجاه مكافحة المخدرات. أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين الأحد بأن وفدا حكوميا أردنيا وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. وقال المكتب في بيان إن وفدا حكوميا أردنيا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، مبينا أن الوفد يتكون من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والصحة والمالية والبلديات والنقل وكذلك الطاقة ومحافظ البنك الأردني. وأضاف أن نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر سيصل اليوم لرئاسة الاجتماع الموسع الذي سيرأسه من العراق نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وبحضور نظرائهم من الحكومة العراقية. كشفت هيئة النزاهة أنها ستعلن خلال شهر آذار المقبل نتائج التحقيقات الخاصة بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات، إضافة إلى ملف تزوير العقارات، مشددة على أن مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قرارا سياسيا. وقالت الهيئة في بيان لها أنها ستصدر خلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الأول للعام الحالي، وسيحوي نتائج التحقيقات بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، إضافة إلى ملف التزوير الذي طال العقارات. النشرة مستمرة. الموصل، افتتاح كنيسة مار بولس بعد أن دمرها تنظيم داعش. أخبار بلا أسرار.
أهلا بكم من جديد. كشف عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي الأحد عن هدر مالي جديد في عقد الشركة العربية لنقل البترول بقيمة 130 مليون دولار سنويا. وقال المحمداوي في بيان أن المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها تؤكد أن شركة ناقلات النفط قد تسببت بخسارة وهدر في المال العام بما مقداره 11 مليون دولار شهريا، أي 130 مليون دولار سنويا، وذلك عن تخفيض وخصومات في سعر منتوج زيت الوقود المصدر النفط الأسود بلغت 28 دولار للطن الواحد وبكمية 400 ألف طن شهريا، والذي يتم بيعه حصريا للشركة العربية لنقل البترول بدون منافس، واعتبارا من الأول من تموز عام 2017 من خلال عقد الشراكة بين شركة المذكورة وشركة الناقلات. أعلن مجلس القضاء الأعلى الأحد عن تشكيل محكمة ذات السلاسل في بغداد باسم دار القضاء في ذات السلاسل، ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن المجلس قرر تشكيل دار للقضاء تابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، وتضم محكمة بداءة ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق. وأضاف البيان أن محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل تنتقل إلى مقر دار القضاء المزمع تشكيله في الأيام المقبلة. أكد محافظ ديالى مثنى التميمي أن هناك تضخيما من جهات معينة بخصوص الوضع الأمني في المحافظة، مؤكدا أن العمل الأمني منوط بالقوات الأمنية والحشد الشعبي. احنا الحقيقة استبشرنا خير من الطروحات الموجودة ومدى استيعاب القادة الأمنيين لهذا الوضع ومدى حرصهم وإمكانيتهم المهنية في معالجة هذا الوضع. كل ما أثير في الإعلام من تفخيم للوضع الأمني في هذه المناطق هو حقيقة لوجود غايات في نفس جهات معينة تنوي أو لديها الاستعداد لخلق أجواء غير مناسبة. احنا قطعا توجيهاتنا وتوافقنا مع الأخوة في العمليات انه العمل مهني 100% والعمل فقط مناط في الأجهزة. وعن التواجد الأمريكي في المحافظة قال التميمي إن الحكومة الاتحادية هي من تقرر تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف من عدمه، مبينا أن قيادة عمليات ديالى والشرطة والحشد قادرون على ضبط الأمن في المحافظة. أمريكان من عدم وجودهم هذا مناط في الحكومة الاتحادية، هذا مناط عمل مناط في الحكومة الاتحادية. الحكومة الاتحادية هي من تقرر وجود قوات أمريكية أو قوات تحالف، هذا كله مناط. قطعا احنا اليوم أنا أجزم أنه العمليات في ديالى، قيادة العمليات في ديالى من الفرقة والشرطة والحشد وبقية التشكيلات هي قادرة على حفظ الأمن، وما نحتاج أي قوة خارجية تساعد هذه القوات، لأنه احنا اليوم عندنا إمكانية عالية وعندنا عمليات تستطيع ولديها الإمكانية مع الحشد في ضبط الأمن في المحافظة. احنا العمليات اللي صارت مثل ما تفضل الأخ قائد الشرطة انه عمليات جزء بسيطة هنا وهناك، لكنه بالتأكيد تؤثر على وضعنا الأمني. احنا نطمح للمزيد. اليوم احنا نسمع عن حوادث في بقية المحافظات تكاد تكون اقوى من الحوادث اللي حدثت في محافظة ديالى، لكنه احنا العمليات اخذت طابع اعلامي بمستوى قد يحرف الهدف اللي احنا. فيما أكد مواطنون من ناحية بهرز في ديالى وجود خطر يداهم مناطقهم، بالأخص المناطق المتروكة التي لا تتواجد فيها قطعات عسكرية. بزاي الزخريسان منطقة الجيل وضعنا الله يعني مسلحين موجودين بالقاطع. قبل أيام هاي الأيام الماضية سووا تعرض على بيت طه الراشد ببكته، كان ضربوهم هاونات فسليمة ماكو شيء، فأثار هم مسوين كمين للجيش فطلعوا الجيش خطية، فصار انفجار عليهم عبوة، ف
فانطينا شهداء 2 جنود وضابط وجندي الاخر هم جريح المستشفى والحمد لله والشكر. مناطق قلت لك المتروكه عندك الخوالص والبيجات وبني زياد متروكه، عندك منطقه هنا ابو حصيوه، هاي مناطق متروكه. أثنى النائب عن محافظة الأنبار فالح العيساوي على تواجد القوات الأمريكية التابعة للتحالف الدولي في المناطق الغربية عادا إياها تواجد شرعي وليس احتلالا وفق الاتفاقية الأمنية المبرمة بين واشنطن وبغداد. وقال العيساوي: إننا نثني على تواجد التحالف الدولي وعلى الدور الذي قام به والجهود في عمليات التدريب والتجهيز والدعم للقوات العراقية، رغم أنه لم يقم بعمليات عسكرية في تحرير المناطق بل اقتصرت على عمليات التحرير على القوات العراقية فقط والشرطة المحلية وأبناء الحشد العشائري والحشد الشعبي، داعيا للتعامل معها على أساس المصالح المشتركة وليس كعدو. أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق هادر زيج السبت عن اعتقال منفذي جريمة النهوة العشائرية بعملية أمنية استباقية في مدينة الرمادي. وقال زيج إن القوات الأمنية وبناء على معلومات استخبارية داهمت عدد من أحياء مدينة الرمادي وتمكنت من اعتقال منفذي جريمة قتل شاب جامعي بسبب نهوة النساء. وأضاف أن عدد المنفذين للجريمة هما 2 من سكان مدينة الرمادي، واعترفوا أثناء عملية الاعتقال بالتخطيط وجريمة القتل، مبينا أن القوات الأمنية ضبطت في حوزة المعتقلين سلاح الجريمة. أفاد مصدر مطلع في المثنى بنشوب نزاع عشائري مسلح في أطراف قضاء الرميثة شمال المحافظة. وقال المصدر إن نزاعا عشائريا مسلح وقع بين أفراد من عشيرة واحدة، فيما سمعت أصوات إطلاق النار بكثافة من سكان المناطق القريبة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت لفض النزاع وأرسلت دورياتها للسيطرة عليها. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى الأحد بمقتل رجل وزوجته بنيران مسلحين يرتدون زيا عسكريا جنوب الموصل. وقال المصدر إن مسلحين بزي عسكري فتحوا النار صباح اليوم تجاه رجل وزوجته في قرية النداس عند مفرق عين الجحش بقاطع الجزيرة شارع بغداد جنوب الموصل، ما أسفر عن مقتلهما في الحال. أعلن آمر الفوج الثاني في لواء أعالي الفرات بمحافظة الأنبار العقيد إسماعيل محمود الدليمي عن مقتل 9 عناصر بتنظيم داعش أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق غربي المحافظة. وقال الدليمي إن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تمكنت من قتل 9 من عناصر تنظيم داعش أثناء محاولتهم التسلل من منطقة الباغوز السوري إلى قضاء القائم غربي الأنبار. وأضاف أن القوات الأمنية والقوات الساندة لها رصدت حركة العجلات التي تقل عناصر التنظيم وقامت بإطلاق النار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد السبت عن اعتقال متهم بالإرهاب لقيامه بما يسمى بالدقة العشائرية في مدينة الصدر شرقي العاصمة. وقالت المديرية إنه تم إلقاء القبض على متهم من قبل مكتب مكافحة إجرام الكرامة مطلوب وفق المادة 2 أولا إرهاب لقيامه بالدقة العشائرية في مدينة الصدر ببغداد. أكد محافظ البصرة أسعد العيداني خلال مؤتمر صحفي مع رؤساء الوحدات الإدارية على ضرورة العمل باللامركزية، حيث أشار العيداني على أهمية إشراك الوحدات الإدارية في خطة إعمار محافظة البصرة. البعض يقول أنه غبنت البصرة بموازنتها، لكن مع هذا نقول أنه عندنا أموال
ممكن أن ننهض بالبصرة بمشاريعها، قسم من عدها الطارئة وقسم من عدها الاستراتيجية. يجب العراق يدار بطريقة لا مركزية، هذا مهم جدا، فعلى المحافظات أيضا أن تدار بطريقة لا مركزية. اليوم يجب إشراك كل رؤساء الوحدات الإدارية، السادة القائم مقامين والسادة مدراء النواحي بخطة إعمار محافظة البصرة. يعني ما معقولة أنه الخطة تدار فقط من المحافظ ومن السادة أعضاء مجلس المحافظة عليهم الإشراف على هذه الخطة، لكن يجب إشراك كل رؤساء الوحدات الإدارية ومقاطعة مشاريعهم مع الدوائر الخدمية، مع البلدية، مع البلديات، مع المجاري، مع الصحة، مع أيضا حتى الطرق والجسور إلى آخره. اليوم ناقشنا هذه المواضيع وكيف حتى بناء المدارس، يعني أنا أحكيها أمام الإعلام، عندنا نقص حاد بالمدارس، علينا أن نهتم بالتعليم لكي ننهض بالبلد مرة أخرى. بناء المدارس عندنا مشكلة حقيقية به، أكثر الخطط السابقة هو هدم وبناء، هدمت المدارس ولم تبنى. الآن راح نغير هاي الخطة، نذهب إلى بناء وثم هدم، مو هدم وبناء، لا بناء. ومن البصرة إلى نينوى، حيث تعد كنيسة مار بولس إحدى الكنائس الآشورية والتي أعيد افتتاحها بعد تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. في قلبنا أولاً، كنيسة مار بولس الآشورية تعد إحدى أقدم الكنائس في المدينة، دمرها تنظيم داعش، لكن سرعان ما تم إعادة بنائها مرة ثانية، حيث شهدت حفل تنصيب المطران مار ميخائيل نجيب مطرانا على مدينة الموصل. المسيحيين لما يشوفون أخوتهم أمينين ويفتحون قلبهم ويشجعوهم على العودة وبالمحبة وبلغة جديدة، لا نكفر بعضنا بعض، ثقوا راح يجون وبعد أكثر من قبل ونعيش بسلام ووئام. هي قصة الثقة عزيزي، ثقة، إذا عدنا ثقة كل شيء ممكن نبني، نقدر نبني جسور بيناتنا إذا الثقة موجودة والمحبة موجودة. بعد دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل عمل على هدم الكنائس في خطة ممنهجة شنها التنظيم في محاولة منه للنيل من عودة المسيحيين إلى هذه المحافظة التي تعد عراقا مصغرا. يعني كانت الأجواء جدا جميلة، أنه كثير مسلمين ومسيحيين موجودين مع المراسيم، فأتمنى منهم يرجعوا، ضروري يرجعوا، بالتالي هاي مدينتهم، يعني هسه هم لو مهما كانوا بأي مكان فهم يعتبرون غربة، فليش حتى يظلوا؟ هي مدينتهم وبيوتهم وتراثهم وتقاليدهم كلها من الوصل، يعني شيء ما منطقي انه يكون. ممكن هسه شوية شهر شهرين انه يحضروا حالهم، بس ضروري يرجعوا. تنصيب أول مطران لمدينة الموصل بعد خروج تنظيم داعش الإرهابي من هذه المدينة الذي عمل على هدم الكنائس وتهجير المسيحيين، إن دل على شيء فإنه يدل على عودة الأمن والأمان والتآخي إلى مدينة الموصل. من مدينة الموصل، خالد الربيعي، قناة سامراء الفضائية. وهذه انتقالة إلى الزميل إبراهيم الهاشمي والأخبار الاقتصادية بعد الفاصل. أخبار بلا أسرار. شكرا عمر، أهلا بكم. نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. استثمارات بتروناس في صناعة النفط والغاز بالعراق بلغت 8.3 مليار دولار. وزراعة نحو مليون دونم من الحنطة في صلاح الدين.
أعلن الرئيس الإقليمي لعمليات العراق عبد المالك بن جعفر الأحد أن حجم استثمارات بتروناس في صناعة النفط والغاز في العراق بلغت 8.3 مليار دولار، لافتا أن بتروناس رفعت إنتاج الغراف النفطي إلى 118.5 برميل يوميا. وقال بن جعفر في بيان أن شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار حققت أعلى كمية تصدير والبالغة 118.5 برميل يوميا، وأردف قائلا لقد تمكنت الشركة من تحقيق أعلى إنتاج يومي والبالغ 103.3 برميل في كانون الأول 2018. أكد وزير النفط ثامر الغضبان الأحد حرص العراق على التعاون المشترك بين الأردن في مجالات النفط والغاز والكهرباء، وذلك خلال استقباله وزير الطاقة الأردنية هالة زواتي. وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان استقبل اليوم وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، وتمت مناقشة تزويد المملكة الأردنية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقا بعد استحصال موافقة حكومة البلدين، وكذلك مشروع مد أنبوب التصدير الرميلة العقبة، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. أعلن وزير النقل عبد الله العيبي الأحد وصول الباخرة المثنى إلى رومانيا، مؤكدا أن الباخرة محملة ب 14,000 طن قادمة من ميناء الأديبية في جمهورية مصر العربية. وقال العيبي في بيان تلقت قناة سامراء نسخة منه أن الباخرة المثنى وصلت إلى رومانيا ميناء كونستانتا وأكملت جميع متطلبات وشروط الاتحاد الأوروبي فيما يخص السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية الدولية من التلوث. قال محافظ البصرة أسعد العيداني أن هنالك مشاكل كبيرة في قطاع الصحة والتعليم، وسنستقطب من خلال الموازنة والبترودولار أطباء وكوادر للقطاع الصحي. بتقديمها قبل فترة من الزمن، اليوم ناقشنا هذه الاحتياجات أيضا، يعني مهم جدا حتى يكون أمام الملأ، ناقشنا موضوع مهم جدا وهو يعني إلا الأولويات الأساسية اللي هو التربية والصحة. عندنا مشاكل كثيرة بالتربية والصحة، عندنا نقص مثل ما أسلفنا، نقص حاد بالمدارس، وعندنا نقص حاد بالصحة، يعني قسم من الأقضية والنواحي بها مراكز صحية لكن ما بها كوادر طبية. هاي النقطة أيضا أن نقف عندها. عندنا بالموازنة والكل يعرف أنه من خلال البترودولار ممكن أن نستخدم أطباء وكوادر وسطية للصحة. المشكلة بالعام الماضي ما قدرنا نستخدم لأنه الفترة اللي جتنا بها الأموال، حتى الكل يصير واضح أمامكم، الأموال العام الماضي جتنا بعد 18/9، فمن ردنا نتعاقد مع كوادر طبية ماكو دولة أو ماكو مؤسسة طبية بالخارج قبلت تتعاقد ويانا لمدة 4 أشهر، لازم يتعاقدون ويانا لمدة سنة. إن شاء الله هذه السنة الموازنة بدأت بشهر الواحد، إن شاء الله راح نتمكن من تعاقد مع كوادر طبية لكي نسد النقص الحاصل. أعلن مصرف الرافدين الأحد عن افتتاح محطات إصدار للبطاقة الإلكترونية والتقديم على السلف للموظفين والمتقاعدين في عدد من فروعه ببغداد. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم افتتاح محطات التقديم على السلف الإلكترونية في فروع المعرفة في السيدية والضباط في زيونة وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف البيان أنه سيتم توسيع هذه الخطوة لتشمل فروع أخرى في بغداد والمحافظات خلال الفترة المقبلة. أعلن مدير زراعة صلاح الدين سعد كامل تركي
عن تجاوز مساحة الأرض المزروعة بمحصول الحنطة في محافظة صلاح الدين للموسم الحالي إلى 970 ألف دونم. وقال تركي في تصريح صحفي أن هنالك تطور كبير في ملف الزراعة في المحافظة، خصوصا بعد تحرير مناطقها من عصابات داعش الإرهابية، حيث يشهد الموسم الزراعي للعام الحالي 2018-2019 زراعة أكثر من 970 ألف دونم بمحصول الحنطة. نشرتنا الاقتصادية انتهت، بعد انتقال للزميل عبد الله السامرائي والأخبار الرياضية. أخبار بلا أسرار. شكرا لك زميلي عبد الله. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. مجلس سامراء، الأمم المتحدة وعدتنا بمفاتحة الجهات المعنية بخصوص فتح المدينة القديمة. استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بتفجير مزدوج في صلاح الدين. الحلبوسي يزور لندن على رأس وفد نيابي كبير. مواطنو بهرز في ديانة يؤكدون وجود خطر على مناطقهم من المناطق غير الممسوكة الأمنية. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر النشرة، إلى اللقاء.